Now we are going to start the bleeding time. What is bleeding time? What is bleeding time? Bleeding time عشان to save your time. Bleeding time هو الوقت اللي بنحسب فيه cessation of bleeding from the start of injury to the stop of bleeding or cessation of bleeding. يعني احنا we are going to injure the patient using a lancet. Just piercing his skin. يعني بس هنعمل ثقب كده بسيط للايش للسكن using needle or lancet. Okay. كأنه بيعمل التحليل بتاع الجلوكوميتر حاجة very simple يعني. ف when we prick the skin will bleed. ونجيب فلتر بيبر ونحاول نسحب نعمل wiping نخليها تتشرب بإيش بالبلد ونسحبها بعد شوية تاني نرجع نحطها في مكان بليد لغاية ما تصير إيش يصير لونه يعني ما يتغير ما يكون فيها دم. هنلاحظ انه الدم راح يكون في الفلتر بيبر لايك ذس اللي حتكون فيه بقع الدم حمراء كده اوكي في البيبر بعد شويه راح تصغر كل ما اعمل وايبنج راح تكون ايش في الفلتر بيبر عندي بقعه ماشي صغيره صغيره الين اخر مره تكون كده ما في nothing. لما يكون ما في ولا شيء يصير ايش معناها انه ايش خلاص توقف البليدنج. بحسب الزمن من بدايه ما انا عملت الفانكشن اوف ذا سكين لغايه ما اختفى. دي طبعا الفلتر بيبر بتاعتي اوكي دي الفلتر بيبر هيلاقي فيه الدروب بتاعت البلاد كبيره جدا. انا بعمل بوايبنج بعمل ايش بشربها او بمسح الدم بيها بالفلتر بيبر لغايه ما يختفي خالص يصير نو بلاد اتول. في الحاله دي بكون حسب الزمن انا محتاجه ايش محتاجه قطن سبيريت عشان التعقيم لازم يكون في استريلايزيشن. محتاجة عندي لانسيت اور نيدل عشان اعمل باب بانشر ومحتاجة انه يكون عندي فلتر بيبر. صعب ولا سهل البليدنج تايم؟ صعب ولا سهل؟ طيب ايش الانتربريتيشن اوف بليدنج تايم؟ لما يكون بليدنج تايم برولونجد طويل هاو دو انتربريت ذس؟ يعني ايش اللي هو اللي خلاه يكون طويل؟ المشكلة فين؟ هل في الكابيلاري constriction هل في البليتليت بلاد هل في الكواجوليشن ان ويتش ستيب يو ايماجين انه البروبلم از ذير في واحده في ويتش ستيب ها اكيد حيكون في الستبس الاولى اكيد حيكون الستبس الاولى ما هو في البدايه الستبس الاولى دائما لما يكون في بليدنج انجري بتكون في الستب الاولى اللي هي كابيلاري فانكشن او الفازو كونستريكشن. الخطوه اللي بعدها بيحصل بليتليت بلود فورميشن. لو كانت الانجري فيري سمول ما بنحتاج اصلا للخطوه الثالثه يعني sometimes we stop in just platelet blood formation يعني بتكون كافيه enough لانه فيري سمول انجري دي بتكون كافيه. عشان كده البليدنج تايم بيشوف ليه ايش بيعمل ايه اسسمنت الفيرست تو ستيبس اللي هي الكابيلاري فانكشن او الفازو كونستريكشن والبليتليت سواء كان النمبر يعني بنقدر يعني دائما يكون نورمال بلود بليدنج تايم معناها نورمال نمبر اوف بليتليت اند نورمال فانكشن اوكي. ده بالنسبه للبليدنج تايم اسمها ديوك ميثود. بنعمل ستاندردايزد فانكشن في الير لوب اوكي وبننتظر نعمل ايش دائما وي با وايب ذا بلود از وايب افري 30 سكندز with filter paper till bleeding stops لغايه ما يجي في البليدنج. بليدنج تايم النورمال اب تو 11 يعتبره نورمال اوكي. واذا كان اب نورمال برولونج بليدنج تايم معناها المشكله فين؟ المشكله فين؟ ايذر اور ها فازو يوم في الفيسل او فيسلز كابيلاريز او number and function of platelets او platelets. طيب الكلوتينج تايم. كلوتينج تايم احنا بن الفكره ايش انه بنعمل بناخد عينه من البلاد في تيوب صغيره وي ليت ذم تو كلوت وي ليت ذا بلاد تو كلوت هنخلي البلاد يحصل لها كلوتينج ونحسب الزمن. دي الفكره دي الفكره الاساسيه معايا انتوا ار يو اول اوف يو جوت ات؟ طيب ايش هنسوي؟ هناخد عينه من البلاد كيف ناخدها؟
بنعمل puncture في الفينجر. بنعمل this is a finger. We are going to make a puncture here using a lancet. هتطلع عليه droplet of blood. تمام؟ راح اجيب حاجه اسمها capillary tubes. كيوب صغيره. اجيب لي 3 4 capillary tubes واحطهم هنا. راح يصير ايش؟ The blood will move into the capillary tube by the capillary action. بالخاصيه الشعريه راح يرتفع الدم من النقطه حقت البلد يدخل لي في كل الثلاث اربع تيوبس. وضحت؟ انا بحتاج ايش؟ بحتاج كوتر وسبيريت عشان اعمل استريلايزيشن، بحتاج دراي كابيلاري تيوب نون هيبرينايزد، بحتاج ستوب ووتش عشان احسب الزمن، وبحتاج بريكنج نيدل اور لانسيت عشان اعمل بيها البنكشر. وضحت؟ طيب الان لما انا عملت، لما شلت البلد ان ذا كابيلاري تيوبس، how can I make the test or proceed, يعني what is the procedure for the test. انا بعد ما حطيت الدم راح اعمل ايش؟ راح اكسر just a pit, a small pit of the tube. I will break a small pit of you of the tube لغايه ما يظهر لي شكل الجل، لغايه ما يظهر لي شكل بتاع خيط thread like خيط. الخيط ده معناه انه حصل ايش؟ clotting. الخطوات انه حعمل sterilization at the tip of the finger using the spirit, then puncture حعمل ثقب عن طريق النيدل، اخلي الدروب to accumulate تجمع عليه دروب، املا الكابيلاري تيوبس بالكابيلاري اكشن باني احط التيوبس دي على زاويه 45 درجه، واحسب الوقت لما عبيت التيوبس، وابدا breaking the tubes، ابدا اكسر التيوبس. حكسر من one end، حكسر قطعه صغيره every 30 seconds، حكسر every 30 seconds. Then لما يتكون لي thread like، يعني thread زي كده خيط، معناها ده حصل ايش؟ clotting. النورمال من 4 ل 10 minutes. وضح الان ال clotting time؟ Is it specific؟ هل هو specific؟